السلام عليكم خواتي خواتاتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ايوا هبرت عليكم، سمحوا لي لان علاش القناه ديالي هابطه، داكشي علاش حبست. دابا انا غادي نبدا معكم في واحد العصير ان شاء الله بحول الله. عندي هنايا عصير غادي يكون زوين وما نقولش لكم منعش مع الصيف واقتصادي. عندي هنا جوج ديال الليمونات وعندي هنا حامضه. هاد الحامضه غادي نحك لها القشره، وحده نحيد لها القشره وحده نخليها بقشرتها. عندي هنايا طرو ديال الماء ها هو، وعندي نص كاس ديال السكر. الحلاوه على حساب كونسوم، كتبغيو حلو ديرو حلو، تبغيو شويه ناقص ديرو ناقص. انا كندير شويه ناقص ولي بغا السكر كيزيد. نجيبو عندو طرو باش نجي باش نجيب نطحنها. انا غادي نبدا نطحن هاد الشويدات، انا كنديرو في عندو طرو باش كيطحن ليا مزيان باش ما يضيع والو. غادي نديرو ديطرو ديال الماء خويا، شوف تبارك الله شحال ولا. جوج ليمونات وحامضة، كيجي غزال جربو، تيجي فن زوين فهاد الصيف. نديروه في الثلاجة ويبرد ونعطيو الوليدات، حسن ديك الموناضة داك الكاز والسكر. ودابا كاين اللي ما تيخرجش السكر غيديرو غير نقشي شوية ويديرو في الكاس. هادشي إلا مبغيتوش ديرو السكر في الأول ما ديروش، كل واحد يدير في الكاس ديالو على حسب القياس ديالو يديرو. انا ما كثرتش، بغا يزيد السكر يزيد. غنخليه واحد شي شويه بحال كيطلق شي شويه ونصفي ونعاود نردو في الثلاجه تيبرد مزيان ونقدمو للوليدات. نرجع معكم بعد صافي. حنا غادي نصفيو ندخلو هنا دابا فهاد الصفاية. عاودو نضربو هاد المعلقة باش يهبط
تيكون يقرا ديال الماء مع شويه ديال الخليط كيزيد واحد شويه تقريبا داك السيترو كيزيد عاوني بحب اللايك الله يخليكم اشتركوا في القناة خليوا لي شي اعجاب الله يعطيكم الستر عاوني باش نرجع القناة ديالي عاوتاني راني ما دارت ليا والو عاود مليح حيت انا عاوتاني رجعت باش نشوف خوتي واش غادي يعاونوني باش عاود نعاود نخدم حيت كنت نخرج ندير الساق الاقتصادي وكلشي ولكن ملي شفت ما كاين والو ما كاينش الاعجاب ما كاين والو ما اشتركوش في القناة صافي انا ما كاين والو انا موقفة بس عاود نجرب مرة ثانية نشوف كما قلت لكم راه ما كنتوش نتوما ما كاين والو انتوما اللي حنا كنعاونو بعضياتنا لا ما عاونوش بعضياتنا ما كاين والو القناة بكم باش كطلع وكنشكركم بزاف اخوت صافي حنا صرنا هادشي كلشي عرفتي ملي غديرو غادي يعجبكم ردو عليا ملي غديرو قولوا لي كي جاكم العصير ماشي شي حاجه صعيبه غير كيتصاوب صافي دابا غادي نديروه في القرعة وغادي نقدمو ان شاء الله بحول الله ونديروه في الثلاجة ها هو العصير كملناه صفيناه درناه في القرعة جربوه اخوتي والله العظيم حتى غادي يعجبكم ما نقولش لكم واحد العصير ممتاز زاد نتمنى يعجبكم ومع السلامة اخوتي الى فيديو اخر ان شاء الله.